بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 43. في الواقع ضمن رسالته بعض الأسئلة. يقول في سؤاله الأول: إنه قد انقطع عن أداء الصلاة والصيام لمدة 2.5 سنين بسبب مرض الشلل النصفي الذي أصابه، واستمر معه خلال هذه المدة، وبعدها استطاع الجلوس وبعض الحركة اليسيرة، فعاد إلى أداء الصلاة والصيام حسب قدرته، ولكنه متألم بالنسبة للسنتين والنصف الماضيتين بسبب تركه للصلاة والصيام خلالها، ولا يستطيع القضاء، فما العمل وماذا يجب عليه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. فإن المريض يصلي على حسب حاله، إما قياما إن كان يستطيع، أو قعودا ويومئ بالركوع والسجود، أو على جنبه ويومئ كذلك بالركوع والسجود. فتركك الصلاة في فترة المرض خطأ منك، ما دام أن عقلك ثابت وتفكيرك موجود فإنك تصلي على حسب حالك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، تصلي بحسب مقدرتك ولو على جنب، وتومئ برأسك الركوع والسجود، تكون متوجها إلى القبلة أو مستلقيا ورجلاك إلى القبلة، وتكون مستقبلا برأسك ووجهك إلى القبلة، وتومئ بالركوع والسجود. الحاصل أن المريض لا يترك الصلاة ما دام عقله موجودا وتفكيره سليما، فإنه يصلي على حسب حاله. فتركك للصلاة وأنت تستطيع أن تصليها ولو على الصفة التي ذكرناها، تركك لها خطأ، ويجب عليك قضاؤها وتقضيها على حسب استطاعتك. إن استطعت أن تقضيها متتابعة وجميعا فإنه يجب ذلك، وإلا تقضيها على حسب ما تستطيع، ولو وزعتها مثلا على الأيام حسب استطاعتك حتى تؤديها، حتى تقضيها جميعا، ولو في فترات تقضي في كل فترة ما يمكنك، فإنه يجب عليك ذلك. أما الصيام فإن الله سبحانه وتعالى رخص للمريض أن يفطر إذا كان الصيام يشق عليه أو يضاعف عليه المرض، ولكن يجب عليه القضاء. فيجب عليك أيضا قضاء الصيام الذي تركته في فترة المرض، ويكون القضاء على حسب استطاعتك. إن استطعت أن تقضيه متواليا قضيته، وإلا يجوز لك أن تقضيه متفرقا على حسب استطاعتك. وما دام والحمد لله أنك الآن تصلي أداء وتصوم أداء، فإن باستطاعتك أيضا أن تصلي القضاء وأن تصوم القضاء الذي عليك، ويكون ذلك على حسب استطاعتك والصفة التي لا تشق عليك مستقبلا، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا. بالنسبة للصيام، يبدو أنه حتى وقت إرساله الرسالة لم يصم لعجزه عن الصيام، فهل يعتبر مرضه هذا مما لا يرجى برؤه؟ هو يقول أنه يصوم قضاء، أنا سمعت في سؤاله أنه يصوم الآن قضاء أداء، أنه الصلاة يصوم، يقول عاد إلى أداء الصلاة والصيام، والصيام حسب قدرته. نعم. ما دام أنه قادر على الصيام فإنه يقدر على القضاء إن شاء الله، لكن يكون على حسب حاله. أما لو قدر أن المرض يكون مزمنا ولا يستطيع معه الصيام ولا يرجى شفاء لهذا المرض، فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا. نعم. لكن هو يقول أنه عادت إليه استطاعته للصيام. يطعم في حالة الإطعام، يطعم عن الماضي وعن الحاضر فيما لو يطعم عليه شهر رمضان. يطعم عن كل صوم تركه من رمضان الماضي والحاضر. كل الصوم الذي تركه ولا يستطيع قضاءه لزمانة المرض معها، إنه يطعم عن كل يوم مسكينا. سؤاله الثاني يقول: يجمع بين الظهر والعصر والعشاء والمغرب، وبالتيمم لكل فرض على حدة، فهل يجوز له ذلك أم لا؟ أما قضية التيمم فنعم، يجوز للمريض إذا كان يشق عليه الوضوء، إذا كان لا يستطيع الوضوء من أجل المرض فإنه يتيمم، لأن الله سبحانه وتعالى رخص للمريض الذي لا يستطيع الوضوء أن يتيمم لكل صلاة، لكل صلاة. أو إذا تيمم ولم ينتقض، وضوءه، فإنه يصلي بالتيمم ولو عدة صلوات، لأن حكمه على الصحيح مثل حكم الوضوء. ما دام أنه لم يحصل معه ناقض من نواقض الوضوء، فإن تيممه يكون باقيا يصلي به كل الصلوات التي تمر عليه وهو على تيممه. نعم. أما إذا كان يستطيع الوضوء
فإنه يجب عليه أن يتوضأ ولو كان مريضا، وحتى ولو كان بواسطة من يعينه على ذلك، فإنه يجب عليه أن يتوضأ إذا كان يستطيع ولو بالإعانة، بأن يعينه أحد على الوضوء فإنه يجب عليه الوضوء. نعم. بالنسبة للجمع، أما بالنسبة للجمع فيجوز للمريض أن يجمع بين الصلاتين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في وقت إحداهما جمع تقديم أو جمع تأخير حسب الأرفق به إذا كان يحتاج إلى الجمع. أما إذا كان لا يحتاج إلى الجمع فإنه يجب عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها. السؤال الثالث يقول: أحيانا تفوته صلاة الفجر بسبب عدم استقباله القبلة بعض الأحيان وعدم قدرته على الاستدارة ناحية القبلة وبسبب عدم من يناوله الماء ويساعده على الوضوء، فهل يجوز له تقديمها أو تأخيرها عن وقتها أم لا؟ لا يجوز تقديم صلاة الفجر عن وقتها ولا يجوز تأخيرها عن وقتها، بل يجب أن تؤدى في الوقت حسب المقدور والاستطاعة. فالمريض الذي على الوصف الذي ذكره لا يستطيع أن يستقبل القبلة ولا يستطيع أن يتوضأ، هذا يصلي على حسب حاله ولا يخرجها عن وقتها، ولا يقول أنتظر حتى يأتي من يعينني على استقبال القبلة أو من يهيئ لي الوضوء بعد خروج الوقت، هذا لا يجوز، بل يصلي إذا خشي خروج الوقت فإنه يصلي الفجر على حسب حاله ولو بدون وضوء، إذا كان يستطيع يتيمم يتيمم، وإذا كان لا يستطيع فإنه يصلي على حسب حاله، وإن استطاع يستقبل القبلة استقبلها وإلا يصلي إلى أي جهة يستطيع الصلاة، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. الحاصل أنه لا يجوز إخراج صلاة الفجر عن وقتها ولا تقديمها عن وقتها، وإنما يجب أن تؤدى في وقتها حسب الإمكان والمقدرة. السؤال الأخير يقول: ما حكم من يحلف يمينا ينكر فيها حدوث شيء مع أنه حدث ولكنه لا يعلم بحدوثه؟ فقد حصل أن عملنا عملا يسيء إلى أحد الناس، فجاء ذلك الشخص وسأل والدنا هل عملنا نحن ذلك العمل، ولكن والدنا أنكر وحلف يمينا أننا أبرياء من ذلك مع أننا قد فعلنا ذلك ولكن والدنا لا يعلم، فهل يجوز أن نكفر عنه وهو لا يعلم أم نخبره وهو يكفر بنفسه أم ليس في ذلك إثم؟ أول شيء يجب على المسلم أن يحافظ على يمينه ولا يتسرع إلى اليمين. نعم. إلا عند الحاجة وإذا كان متأكدا مما يحلف عليه. أما بالنسبة إذا حلف الإنسان على أمر أنه حصل أو لم يحصل بناء على غالب ظنه يتبين بخلافه فلا إثم عليه، أنه حلف على غالب ظنه فلا إثم عليه، ويكون هذا من لغو اليمين. أما إذا حلف كاذبا متعمدا فإنه يأثم بذلك وليس عليه كفارة، لكن عليه الإثم ويستغفر الله ويتوب إليه، والله يتوب على من تاب. أما الكفارة فإنها لا تجب إلا في اليمين التي قصد عقدها على أمر مستقبل ممكن. اليمين فالكفارة إنما تكون في اليمين على شيء مستقبل، أن يفعله أو لا يفعله أو إن لم يفعله. أما الأمر الماضي فهذا إن كان كاذبا متعمدا فهو آثم وعليه التوبة إلى الله، وإن كان حلف على غالب ظنه فبنى على خلافه فلا حرج عليه، أن هذا يعتبر من لغو اليمين. نعم. بارك الله فيكم. هذا المستمع عاصم سالمين سعيد من جمهورية اليمن الديمقراطية حضرموت بعث برسالة ضمنها العديد من الأسئلة. يقول في سؤاله الأول: جدي لأبي توفي وخلف أرضا زراعية وله ورثة 7 بنات وابن واحد، وبعد أن تزوج الجميع بقي ابنه مستوليا على هذه الأرض، وقد كلفته ما يقارب قيمتها في تعميرها وتصليحها وإيصال الماء إليها، فهل للبنات نصيب فيها أم لا؟ نعم، للبنات نصيب من أصل الأرض. أما كلف التعمير التي أنفقها أخوكم هذه ترجع إليكم، إذا اصطلحتم فيما بينكم على أن تدفعوا له شيئا من الكلف أو هو سمح عنكم فهذا راجع إليكم، وإن اختلفتم فلا بد من الرجوع إلى القاضي وهو ينظر في القضية، الله تعالى أعلم. أما الإرث فأنتم على نصيبكم من الأصل. نعم. نعم. السؤال الثاني يقول: نحن نسكن في بلد شديدة البرودة، فعندما نقوم لصلاة الفجر لا نستطيع الوضوء لبرودة الماء، فأحيانا نتيمم ونصلي، فهل هذا يكفي أم لابد من الوضوء؟ وإذا كان كذلك فهل علينا أن نقضي الصلوات التي صليناها بالتيمم فقط؟ إذا حان وقت الصلاة والإنسان عنده ماء بارد فإن كانت برودته محتملة يمكن الإنسان يتوضأ ولو مع المشقة اليسيرة، فإنه يجب عليه أن يتوضأ ويصلي لأنه واجد للماء ولا مانع من استعماله. أما إذا كانت برودة الماء غير محتملة ويخشى من آثارها على صحة الإنسان فهذا إن كان عنده ما يسخن به الماء
من النار أو الحطب أو شيء من المسخنات فإنه يجب عليه أن يسخن الماء وأن يتوضأ ويصلي. أما إذا كان باردا شديد البرودة ولا يتحمل وليس هناك ما يسخنه به فإنه يتيمم ويصلي ولا يؤخر الصلاة إلى النهار كما يقول، لأنه لا يجوز إخراج الصلاة عن وقتها إلا لمن ينوي الجمع إذا جاز الجمع. أما أن يؤخرها لأجل أن يأتي النهار وتنكسر برودة الماء فهذا لا يجوز، بل يتيمم ويصلي على حسب حاله إذا كان ليس عنده شيء من وسائل التسخين. وهذا الحكم بالنسبة للطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر؟ نعم، بالنسبة للحدثين الأصغر والأكبر. نعم، إذا لو كانوا يستطيعون احتمال برودة الماء، نعم، أو كان عندهم الإمكان أو الإمكانية تسخين الماء ولم يفعلوا، هل يلزمهم القضاء بالنسبة لصلواتهم الماضية؟ نعم، إذا كانوا تيمموا نعم وصلوا وهم يمكنهم تسخين الماء فإنه يجب عليهم قضاء الصلوات الماضية لأنه لا يصح التيمم في حقهم. نعم. السؤال الثالث يقول: ما حكم الجهر بالنية للصلاة وتسميتها أيضا جهرا، كأن أقول نويت أن أصلي العصر 4 ركعات لله تعالى وهكذا؟ النية شرط من شروط صحة الصلاة، نعم، وكذلك سائر العبادات، قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ولكن النية لا يتلفظ بها، النية محلها القلب وهي من أعمال القلوب، والله تعالى يعلم السر وأخفى، ولم يرد دليل على التلفظ بالنية، فالتلفظ بها بدعة، تلفظ بالنية للصلاة وكذلك لسائر العبادات بدعة، لأنه إحداث شيء ليس عليه دليل من الشرع. ما ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: نويت أن أصلي 4 ركعات فرض الظهر وفرض العصر، ولم يثبت هذا عن أحد من أصحابه خلفائه الراشدين، فهو بدعة محدثة، والنيات محلها القلوب، والله تعالى يعلم ما في القلوب ولو لم تتلفظ. قال تعالى: قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. العبادات مدارها على النص، لا يجوز فيها أن يحدث شيء فيها أو في صفاتها إلا بدليل، أن مبناها على التوقيف والنص، وليس في التلفظ بالنية نص إلا ما ذكروا في موضعين في عند الإحرام، أن يقول مثلا: أريد الإحرام بكذا وكذا، أو نويت الإحرام بكذا وكذا، وعند ذبح الهدي أو الأضحية أن يقول: اللهم هذا عن فلان أو عني. ففي هذين الموضعين ورد دليل على التلفظ بالنية، وما عدا هذين الموضعين التلفظ بالنية بدعة، ليس من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من هدي السلف الصالح، الله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا. السؤال الرابع يقول: ما هي الأقوال التي تقال في صلاة الجنازة والكسوف والاستسقاء، كما نرجو إرشادنا إلى كتاب نستفيد منه في تعلم هذه الأمور؟ أما الكتاب الذي تتعلمون من هذه الأمور فكتب الفقه على المذاهب الأربعة، والحمد لله وهي ميسورة، مطولات ومختصرات، فبإمكانك أن ترجع إليها. وهناك كتاب فيه الأذكار التي تقال في صلاة الجنازة والكسوف والاستسقاء، وهو كتاب الأذكار للنووي رحمه الله، بإمكانك أيضا أن ترجع إليه. وأما بالنسبة لما يقال في صلاة الجنازة فهو أن تكبر تكبيرة الإحرام، ثم تقرأ الفاتحة، ثم تكبر بعد قراءة الفاتحة، وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كالصلاة عليه في التشهد الأخير من الصلاة: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم تكبر المرة الثالثة، تدعو بعدها للميت: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله وأوسع مدخله، اغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وتتحرى من الأدعية للميت ما ورد. ثم تكبر التكبيرة الرابعة وتسلم على يمينك مرة واحدة. هذا ما يقال في صلاة الجنازة. أما ما يقال في صلاة الكسوف فكبروا تكبيرة الإحرام، ثم يقرأ الفاتحة وسورة طويلة نحو من سورة البقرة، ثم يركع ركوعا طويلا نحو من قيامه، ثم يرفع رأسه ويقول: سمع الله لمن حمده، ويقرأ الفاتحة، ويقرأ سورة طويلة إلا أنها أقل من الأولى، ثم يركع ركوعا طويلا، ثم يرفع ويقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثم يعتدل قائما، ثم يكبر ويسجد سجدتين، ثم يقوم ويصلي الثانية كالأولى. وأما بالنسبة لصلاة الاستسقاء فيصلي الإمام ركعتين قبل الخطبة، يقرأ في الأولى، يستحب أن يقرأ في الأولى بالفاتحة وسبح اسم ربك الأعلى، ويقرأ في الثانية الفاتحة وعلى تاك حديث الغاشية، ثم
إذا فرغ من الركعتين يخطب الإمام خطبة يفتتحها بالتكبير والثناء على الله عز وجل والشهادتين والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بما تيسر من الأدعية التي فيها الاستسقاء، ويكثر من الاستغفار والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى، ويذكر الحضور بالتوبة والاستغفار وطلب الغيث من الله سبحانه وتعالى. نعم، بارك الله فيكم. له سؤال أخير يقول فيه: إذا أقسم إنسان ألا يفعل شيئا ثم فعله، ثم أقسم ألا يفعله ثانية ثم فعله وربما ثالثة، فما الحكم؟ هل يلزمه كفارة واحدة أم عدة كفارات؟ إذا كرر الأيمان بالله عز وجل على شيء واحد، المحلوف عليه شيء واحد، قبل أن يكفر فإنه يلزمه كفارة واحدة للجميع. أما إذا حلف ثم كفر ثم حلف مرة ثانية على نفس الشيء فإنه يلزمه كفارة ثانية. إذا كرر الأيمان على شيء واحد بعد التكفير فإن الكفارة تتكرر أيضا، تتجدد. نعم. نعم تتجدد. أما إذا كررها قبل التكفير على شيء واحد فإنه تكفيه كفارة واحدة. نعم. هذا المستمع سعد علي نامي الحارثي من ميسان بالحارث يقول: نذرت والدة زوجتي إن توفاها الله أن أتولى عدد 4 رؤوس من الغنم كانت تملكها في حياتها، لأن أجعل منها أضحية لوجه الله تعالى على رأس كل سنة، ويستمر ذلك ما دام نتاج هذه الغنم مستمرا، وقد وافاها الأجل وتوفيت منذ 4 سنوات، وبعد وفاتها وفي حالة غيابي عن البلد أخذ زوجها تلك الغنم عنده، ولم أتمكن من تنفيذ شيء مما أوصتني به، فهل يلحقني أو يلحقها إثم في ذلك؟ وما العمل الآن؟ أرشدونا بارك الله فيكم. هذه وصية وليست بنذر. نعم. وما ذكرت من أنك فرطت فيها حتى إن الزوج تصرف، والوصية إنما تصح بالثلث فأقل، إنما تصح بالثلث فأقل مما تركه الميت. وما ذكرته من تصرف الزوج وعدم تمكنك من تنفيذ ما أوصتك به، فهذا إذا كان عندك إثبات على هذه الوصية إما بوثيقة مكتوبة أو بشهادة شاهدين على هذه الوصية وصدورها من الميتة قبل في حال حياتها، فإنك تتقدم بها إلى القاضي الذي في جهتكم، وهو يقوم بالنظر فيها والأمر بما يلزم إن شاء الله، والله الموفق. بارك الله فيكم. هذا السائل أحمد عبد اللطيف مرشد من المنطقة الشرقية الثقبة يقول: عندنا رجل أوقف أرضا لمسجد جامع، وعند كتابة ورقة الوقف لعن من يبيع شيئا من هذا الوقف ومنع قسمته على الورثة، وكان أحد أولاده قائما على هذا الوقف فقط دون بقية إخوته من ذكور وإناث، وقد قام أحد إخوته بمنازعته في هذا الوقف إلى أن حصل منه على الثلث، ولأن الباقين لم ينازعوا فلم يحصلوا على شيء، وبهذا فقد أصبح هذا الوقف تحت يدي الاثنين فقط يستفيدان منه، رغم حاجة المسجد الموقف له إليه لإصلاحه وتجديد بنائه فقد أصبح خرابا، فما حكم استفادة هذين الأخوين منه دون بقية إخوانهما وأخواتهما ومع حاجة المسجد إليه؟ إذا كان وقفا على المسجد لأن يصرف ريعه وغلته لصالح المسجد، إنه لا يجوز لأحد أن يستثمره لنفسه، ولا يجوز لأحد أن يأخذ من غلته شيء والموصي أو الموقف قد جعلها للمسجد، يجب صرفها لما وقفت عليه. وما ذكرت من تصرف هؤلاء واستغلالهم للوقف لصالحهم وحرمان المسجد هذا شيء لا يجوز، وهذا منكر، يجب عليك أن ترفع بشأنه إلى القاضي أو إلى المحكمة التي بجهتكم لتتفاهم مع هؤلاء، أو قيم المسجد إذا كان المسجد له قيم أو إمام فإنه هو أيضا يطالب بهذا الشيء للمسجد. الحاصل أنه لا يجوز أن يتصرف في غلة هذا الوقف لصالح أقارب الواقف وهو قد نص على أنه للمسجد، فلا بد من مراجعة المحكمة في هذا الأمر لمعرفة الحكم الصحيح والتصرف الصحيح فيه إذا كان فيه إثبات وفيه وثيقة أو شهادة شهود يعتمد عليها. نعم.